علي وشخصي وصلها ارتاحت علي وشخصي وصلها وبطح شكلها وبرضي وصلها وصلها بشوف الناس بتولي هرايا كلنا لسجل فيه يوم ندوي ومثل رصاص بيوم الحرب ندوي كلنا لسجل فيه يوم ندوي ومثل رصاص بيوم الحرب ندوي إذا يا صالح تنعقد للشعار ندوي عيد بتضل ناطر على الجبال وكيف الفسفس بيغلب حكاية بزعلش علي يا ناوي من بعد ما تبيع عشرة يا ناوي من بعد ما تبيع عشرة الظهر ما تفيه لك يوم عشرة يا صالح لو الهم اجوني معاك عشرة بعد فيهم تسالي بالجيال عمك ابو رايد وعمك ابو نهل يعني ما زير ضربنا الهدف بايدينا نصيبه لا قبر عزال لنعلي نصيبي لو ان المشمكة تبقى نصيبي ما بسمح لك تتخلفني بعدايا على صالح ايا جمهور رده وانتو ما دفع رده اذا ما كان حميد ابو ليل غدوا علي تحرم بيوت العتاب على حميد يا ناس حدوا على حميد ايا جمهور حدوا اذا ما عرف هالمغرور يا جمهور حبته إذا ما عرف هالمغرور حبته لبيت السجل لو صالح وصل حبته العتابة عم تركع له عطرايا اسمع
وقع به حصاني ما عصر وقع به لو اني بلكز برجلي وقع به انا لاهل الفن معبد وقع بي بحجول المشايخ والشباب حصاني سبق للابجر وفاته حصاني سبق للابجر وفاته حزنت وبكيت في ساعه وفاته حصاني يا ابو نائل سبق للابجر وفاته حزنت وبكيت في ساعه وفاته اذا الشعار عاها الحفل فاتوا انت بتضل واقف ع جناي بنيت المملكة للزجل وحده عملت بين القرم والفن وحده بنيت المملكة للزجل وحدي عملت بين القرم والفن وحدي انا كنا بقولين لما بقول وحد الربيع اللي المهد ام العجاب اذا بتغلط الى لسانك وغير يمين للعالم بسلوح حميد جايب بنطورة بسلو وعنها يقول اشروك وعتاب